لكن انت بالفعل اعظم دولة موجودة على سطح الكرة الارضية، اعظم دولة بعقولها، اعظم دولة بتاريخها، اعظم دولة بثقافتها، اعظم دولة بقواها الناعمة ايا كان شكل هذه القوة، ومنها الموسيقى التصويرية على سبيل المثال او المد الموسيقي المصري. مش انا كنت بقول لك السنة اللي فاتت احنا كان عندنا شوية موسيقى تحفة تحفة، لا يتوقف الإبداع الموسيقي في مصر على الإطلاق بل ينافس نفسه. وهضرب لك مثل الموسيقار والمؤلف الموسيقي الرائع بالمناسبة شادي مؤنس، السنة اللي فاتت عمل لنا جزيرة غمام. جزيرة غمام دي قد يرى البعض وأنا منهم بالمناسبة إنه الموسيقى بتاعتها جايبة سقف المزيكا، اللي هو طب هو شادي مؤنس لما هيجي يألف موسيقى تاني هيعمل إيه؟ أنا أشوف إنه شادي مؤنس نافس نفسه السنة دي، ونافس نفسه السنة دي مرتين، يعني مرة في حضرة العمدة ومرة في سوق الكانتو. يعني هو نافس الموسيقى اللي عملها في جزيرة غمام فقال لك أنا هنافس نفسي المرة دي، وينافس نفسه المرة دي وش في وش. أه والله شادي مؤنس معنا الأول على التليفون. إزيك يا شادي، عامل إيه؟ الفل يا استاذ يوسف، والله اخبارك ايه؟ من غير استاذ ارجوك ولا استاذ دايما. يا عم ما تقولش كده اطلاقا اطلاقا. حقيقي حقيقي موسيقى طيب. عبقريه، وانت طيب ورمضان كريم، موسيقى عبقريه ولافت للنظر، ليه زي ما بقول لك انك انت مش بس نافست نفسك في موسيقى السنه اللي فاتت في جزيره غمام، انت بتنافس نفسك السنه دي بقى وش في وش. والله والله كانت زنقه، كانت زنقه وحشه السنه دي، بس احنا يعني دي زنقه صبت في مصلحتنا احنا بصراحه. ربنا يخليك، والله اتمنى والله تكونوا مبسوطين من اللي حاصل، وان شاء الله كمان الحلقات الجايه تسمعوا حاجات احسن ان شاء الله. جدا جدا. طيب بما اني بتكلم على الموسيقى وفكره المنافسه الذاتيه، يعني الموسيقار ينافس ذاته بذاته، انت ايه وجه الاختلاف؟ طبعا انا فاهم ان جزيره غمام ليها موسيقاها نتيجه السيناريو اللي موضوع، بس انا متذكر كويس انه لما عملت جزيره غمام قلت انا الفت الموسيقى قبل ما اشوف المسلسل. صحيح. السنه دي حصل العكس في سره بقى في سوق الكانتو. بالظبط. ايه ده؟ حضرتك عرفت منين؟ عيب عليك بقى. الله، شغلانتي، انت راجل عبقري في شغلانتك وانا بمشي حالي في شغلانتي. طيب لا لا ده انت جامد برضه جدا، ربنا يخليك يا رب يخليك، ربنا يخليك. الفروق ما بين سوق كانتو، انا لما ابتديت اقرا المسلسل كنت شايف انه الاحداث بتدور جزء في اسكندريه وجزء في سوق كانتو، فكنت متخيل مثلا البطل بجلبيه معلم يعني. ها. فاكتشفت ان هو البطل اللي هو استاذ امير قراره، هو زي ايه الجيل الاول بقى اللي ايه اللي هو ولاد المعلمين اللي هم لابسين بقى شيك وسباع وبابيون وقميص وستيري افندي يعني، والكاسكتات الخواجه دي. فالاستاذ حسين من الباوي شايف مصر من المنظور ده في الوقت ده، المنظور اللي هو كانت فيه شياكه كده قوي في اللبس، وشياكه في يعني كل حاجه شيك قوي. فطبعا انا كنت مألف الجمل شويه شعبي. اوكي. وبعدين لما ابتديت اشوف الصوره لقيت الموضوع، لا ده الموضوع شيك قوي وكلاسي قوي، فرحت قالب بقى قالب الزمبلك على الناحيه بتاعه الكلاسيك، يعني عامل بقى ميكس ما بين الكلاسيك بيور كلاسيك يعني اللي هو بيانو بقى وتشيلو، ده موجود في التتر. صح. هتلاقي بقى اوركستر كامله بتلعب جمل كلاسيك، ومطعمها بقى بحاجات شرقي كده عشان برضو تبقى احنا لسه موجودين في مصر يعني، احنا مش قاعدين في المانيا. اوكي. فالحمد لله الدنيا ركبت مظبوط، وان شاء الله كمان الحلقات الجايه هتسمعوا حاجات حلوه قوي وهتتفرجوا طبعا على حاجه حلوه. طب في حضره العمده، حضره العمده بقى انت اشتغلت اوركسترا بالات مصري كمان. بالظبط. حضره العمده اغلبيه الاحداث بتدور في تل شبوره. وتل شبوره دي قريه ايا كان فين بقى، في الفيوم في الفلاحين يعني. فانا رحت وهي اصلا البطله الاستاذه روبي اصلا دكتوره في الجامعه الامريكيه، وجابوها تمسك العموديه، فعندي جزء اللي هو بقى الحته اللي هو ايه بقى الكرام دولا كرام يعني زي ما بيقولوا كده، ده مستخدم له موسيقى ويسترن يعني، او يعني مش كلاسيك بس حاجه كده يعني ايه زي شبه الفرنساوي شويه.
والجزء بقى بتاع تل شبوره ده عامل مزيكا فلاحي، يعني مطعمها بالاوركستر بس فلاحي، غير بقى مثلا جزيره غمام كنا صعيدي وصوفي وغجري وكده. حضره العمده رحيم فلاحي، جمل فلاحي بقى، المقامات الفلاحي البياتي والصبا، ويعني رحيم في الحته دي. ده سحر يا شادي مش موسيقى بصراحه. أه؟ سحر مش موسيقى، ربنا يخليك يعني. كلها يا استاذ سحر يوسف. سحر يعني، ربنا يبارك لك. انا مش عارف اشكرك ازاي وعلى ايه بصراحه، ولا والله ايه وبقيت اتفائل بالمداخله دي كل سنه والله. لا طب نورنا بقى، حلو عليا يعني. يا رب يخليك يا رب. ده احنا اللي بنتفائل لما نلاقي اسمك موجود كده، انه موسيقى شادي مؤنس، فكده احنا تمام واخدين ختم جوده، فهنبقى عارفين ان احنا في عندنا ايه موسيقى ولا اجمل بصراحه، زي ما بقول لك سحر بالمعنى الحرفي يعني. نورتني وشرفتني، الى ان نلتقي وتنورنا بقى باذن الله. ألف ألف شكر الموسيقار والمؤلف الموسيقي شادي مؤنس. هي الموسيقى كده فعلا سحر، وشادي من الناس اللي بجد بتجيد هذا السحر، مش بتجيده، بتبرع في هذا السحر. المزج ما بين الموسيقى لو صح تعبير يعني الكلاسيكية العالمية يا دي، أو يعني الموسيقى الرومانسية، أنت عارف هي انتقال من العصر الكلاسيكي للعصر الرومانسي، دي حدوتة كده مش مهم نتكلم فيها دلوقتي، بس الموسيقى اللي احنا نعرفها باسم الكلاسيك والأوركسترا والآلات اللي بتاع، وفي نفس الوقت تروح مدخل فيها لقطة مصري أو طعم مصري بمنتهى العمق، وتحط زي مثلا في حضرة العمدة بقى، فتروح حاطط الطعم المصري فلاحي، حاجة كده بالسمنة البلدي بس ما هياش تقيلة، بالعكس تاخدك وتسافر بيك لسبع سما فعلا مش هزار. انا ادعوك انكم تقعدوا تسمعوا ده. وعجبني قوي قوي انه يمكن احنا كنا قبل رمضان، كان الدكتور خالد داغر في دار الاوبرا المصريه بدا يشتغل على حفلات للموسيقى التصويريه. طيب اللي عجبني اكتر الاقبال، الجمهور المتذوق موجود. لازم تشوف حفلات الباليه اللي في دار الاوبرا كومبلي، والله انا ما بهزر، حفلات الموسيقى الكلاسيك في دار الاوبرا كومبلي، موسيقى تصويريه في دار الاوبرا كومبلي، ده جمهور متذوق. انت هنا بتتكلم على شعب ومجتمع عميق في ثقافته، سيبك من كل الكلام الفاضي والعبيط بتاع الجمهور عايز كده ونسمعه وشويه كلام فارغ وشويه ركش. ما كانش دار الأوبرا المصرية في مسرحها الكبير تبقى كومبلي بالطوابير، الناس حاجزة كل الحفلات يعني حاجزاها. طب ما فيش النهاردة، طب عايز بتاع بكرة، طب اللي بعده إلى آخره. فلو إنه الفرقة مثلا هتقعد أسبوعين ولا ثلاثة هي محجوزة، والناس بتيجي وتقعد وتسمع. مصر هتلاقي ده فين؟ أنا بكلمك بجد، هتلاقي ده فين؟